على ذكر مباراه الزمالك والمريخ السوداني هيكون معانا حالا عبر سكايب من ليبيا هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Ele está dizendo, ele está apresentando. Bem-vindo aqui no Egito. Pode falar. مواجهة كبيرة ومنتظرة هتجمعك مع نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في ليبيا، كيف تنظر لهذه المواجهة الصعبة خاصة إن المريخ خسر في مباراته الأولى أمام الترجي، ونفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك اللي خسر مباراته الأولى أمام شباب بلوزداد. أولا للسعيد عليكم كلكم على كل المشجعين وعليكم أهلا بكم، أنا مبسوط جدا أنا موجود هنا تاني مرة في انترفيو معاك في القناة. طيب هو طبعا الماتش الجاي ده هيكون ماتش مهم جدا لينا بالنسبة لنا للمريخ وبالنسبة للزمالك طبعا، لأن احنا الفرقتين جايين من خسارتين بره أرضنا، وطبعا احنا خارجين من خسارة من في المغرب، وطبعا احنا ده ماتش هيكون على ارضنا، هيكون في بنغازي على ارضنا، فطبعا احنا داخلين علشان نلعب كويس جدا بكل الاحترام للنادي الزمالك وبكل الاحترام للقوة بتاعتهم، وطبعا محترمين ان هم كسبوا النهاردة قدام سموحة، بس طبعا ما فيش اي فرصة بالنسبة لنا ان احنا نعمل اي حاجة في الماتش الجاي غير ان احنا نكسب علشان ان شاء الله نتأهل في اول المجموعة. من الحاجات المهمة جدا انه المريخ حاليا يلعب في ليبيا لا يلعب على ملعبه، هل هذا يؤثر على الفريق سلبيا ولا شايف ان الامور مش هيبقى فيها فارق ما بين اللعب في ليبيا او اللعب في السودان؟ أظن إن فرقتنا فرقة قوية، فرقة بنشتغل كويس جدا، إحنا بنتمرن أيام قليلة بس إحنا من ساعة ما جينا إحنا بنتمرن وقت قليل، بس طبعا الماتش اللي إحنا لعبناه قدام الفرقة المغربية كانت فرقة قوية جدا، والحمد لله إحنا وريناهم إن إحنا فرقة قوية، ووريناهم شخصية الفرقة بتاعتنا ظهرت في الماتش ده، وأظن إن في الماتش الجاي المريخ إن شاء الله هيظهر شكل قوي جدا هجومي ودفاعي، وطبعا هجوميا هنكون أقوياء، وإن شاء الله الجانب الدفاعي بتاعنا هيكون قوي وليه شخصية قوية في الماتش.